البرنامج المسطر من قبل لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للترويج لتظاهرة الطبعة 19 تم برمجة هذا اليوم، وهو أحد القيم الراسخة للدولة الجزائرية تعيش مع بسلام. très très bonne occasion pour l'Algérie et surtout pour la ville d'Oran أنها سوف تحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط et surtout aussi pour الشبيبة الجزائرية باش من بعد إن شاء الله on va les inciter à venir vers le sport. راكم تشوفوا كلهم متطوعين وهما كلهم على استعداد تام من أجل تنظيم هذه الالعاب، هذا العرس المتوسطي. هذه جورني دو با باسكو جو مدي كي سيجار دي جورني رانفورس نو لين رانفورس لا فراترنيتي انتر نو اتيديان اي لا بوبولاسيون. دونك فريمون جو ريميرسي لي اوتوريتي دافوار اي سيت انيشياتيف. ان توكا ميرسي بوكو.